بنرحب بمشاهدينا ومتابعينا ابروجرين ميديا في كل مكان. اهلا بحضرتكم في لايف جديد. احنا النهارده جايبين لحضراتكم ارخص اسعار سيارات مستعمله. طبعا الفتره الاخيره في زياده كبيره جدا في اسعار السيارات الزيرو، فكثير من الناس بتتجه الى شراء سيارات مستعمله. عشان كده جبنا لحضراتكم مجموعه كبيره جدا زي ما حضراتكم شايفين قدامنا من السيارات المستعمله، وهنعرف مع بعض كده اسعارها بتبدا من 20,000 جنيه و25,000 جنيه، فمتاح لاي حد ان هو حابب ياخد قرار شراء عربيه، فقرار المستعمل هو المناسب الفتره دي. خليكم معانا هنعرف كل التفاصيل خلال دقايق، وكمان هنعرف مميزات وعيوب السيارات وبعض النصائح لشراء اي سياره مستعمله من اي مكان. خليكم معانا. اهلا بحضرتك يا فندم، شرفتونا ونورتوا معرض الشبراوي العاشر من رمضان. اهلا بيك. عايزين بقى نعرف كده اسعار السيارات المستعمله عندك بكام، وايه الدنيا بقى؟ والله حضرتك المستعمل الفتره دي عندي اسعار بتبدا من 25 و 40 الف فيما فوق. في اقل من كده ولا كان في اقل من كده؟ اهو بس طبعا بنسبه زياده الاسعار اللي احنا عايشين فيها الايام دي، فهو غصب عن الكل طبعا زيادة الأسعار في الوقت الحالي. طيب قولنا كده بقى بداية من عندك المكان؟ بداية عندي حاجة زي البولونيز ديت موديل 92، سعرها بيبدأ من 25,000. طبعا مجمل عربية كويس. فيعني هنقول ان هي عملية عن 28 في حتة ان هي بتستعمل عن 28 طبعا، ودي سعرها بيبدأ 25 وفي تفاوض بسيط ان شاء الله برضه. تمام، ده سعر مبدئي ان شاء الله. وعندي حاجة زي الفورد دي كده موديل 99 فورد سكورت، العربية دي سعرها 40,000 جنيه، داخلها سليمة رش خارجي فقط، وموديل 99. تمام، دي بقى ايه امكانياتها؟ امكانياتها طبعا اللي هي بتنزل كاملة مانوال، صالونها كويس، تنزل باور وسنتر وازاز وتكييف، وموديل 99. دي سعرها 40,000. هي كانت بتتكلم في 45 فخفضنا السعر شوية برضه. تمام. وعندي حاجة زي اللادا ديت موديل 2012، العربية ديت سعرها برضه 40,000، وممكن يبقى فيها تفاوض بسيط. موديل 2012 على أساس طبعا الشكل بيبقى كل واحد من التسعينات ولحد الموديل ده وانت طالع، فطبعا موديلها كويس ودواخلها سليمة وسعرها 40,000. دي لادا موديل 2012. عندي حضرتك حاجة زي الكيا برايد دي موديل 99 برضو، والعربية دي سعرها 55,000. طبعا مرغوبة الكيا برايد، تمشي شبابي وتمشي لو مدام هتستخدمها او انسة، فبتمشي على اساس الحجم بتاعها، وعربة محترمة في السوق برضه. طبعا عندي برضو حاجة زي البيجو الصالون دي موديل 78، كبالن مش كورونا،
وفتحة سقف، والعربية ديت سعرها 40,000 جنيه، بيجو صالون موديل 78. طبعا دي بتنفع ليه سفر؟ طبعا البيجو محبوبة جدا يعني ومعروفة في السوق. طبعا عندي حاجة تانية مثلا عن سعر اعلى شوية. نصايح طبعا اي حد بيشتري سيارة النهاردة لازم بيفحصها كويس، اي مركز فني او اي فني بيثق فيه بيفحص له. وبالنسبة عندي طبعا انا اي حاجة في العربية بوصفها للعميل قبل ما بنشتغل، تمام، وبعد كده هو متاح قبل ما بيدفع جنيه بيجيب فني او بيروح مركز كمان بحيث ان هو يطمن على حاجته. عندي حاجة زي دي 2004 بروتون ويرا. العربية دي طبعا بتنزل ازاز كهربا وباور وسنتر وتكييف، والعربية دي سعرها لحد 65,000، فيها الستارة الأمامية بس رشة وحتة فردية الشنطة، وباقي العربية طبعا سليمة كلها، المجمل بتاعها كويس. بروتون ويرا 2004 طبعا معروفة في السوق. سعرها كام؟ دي سعرها لحد 65,000. وعندي حضرتك حاجة زي الدايو شوفورليه دي 2010. العربية دي سليمة دواخل رشة خارجي، يعني هنقول جنبين هنعتبرها ان هي رشة ما عدا السقف، موديل 2010 وعليها غاز خالص، والعربية كاملة مانوال، ودي سعرها 90,000 وفي تفاوض بسيط ان شاء الله. دايو 2010 بتنفع طبعا لو حد هيعمل مشروع او هيدخلها اوبر او هيشغلها في كريم او هيشغلها في الشارع او هيشغلها شغل خاص بيه، فهي بتمشي مع جميع الاغراض. وعند حضرتك حاجة زي العربية الفيفا دي موديل 2008. العربية ديت داخلها سليمة وسعرها لحد 85,000. دي فيفا 2008، هي الفرنة طبعا بس الاسم بتاعها، بس اسم فيفا طبعا ده اللي هي ايه ملقبة بيه. دي سعرها لحد 85,000 موديل 2008. وعند حضرتك حاجة تانية زي الفرنة دي موديل 2012 اسف. العربية دي فابريكا دواخل رشة خارجي ما عدا السقف، ودي سعرها 125,000. هي حضرتك الاسعار غالية مش عندي لوحدي، على الكل فعلا. يعني احنا عرضنا اسعار، يعني قلنا كده ان الاسعار اللي عندك مبدئيا من كام؟ الاسعار اللي عندي مبدئيا من 25، وهيبقى فيها تفاوض بسيط ان شاء الله، و 40,000، يعني مفيش اسعار عندي فيها زيادات او حاجه، هو السعر بس. طبعا الاختلاف طبعا في الاسعار اللي شامله السوق كله. دي سعرها كام؟ دي سعرها 125 وفيها تفاوض بسيط برضه، 2012. عندي حضرتك حاجة زي التيجو دي 2010 كاملة اوتوماتيك وفاتحة، العربية فابريكا دواخل رشة خارجي ما عدا السقف، ودي سعرها لحد 135,000. طبعا التيجو محبوبة على اساس علوها، وفي ناس كتير بترغبها طبعا في الاماكن اللي هي فيها مطبات عالية واماكنهم بتبقى صعبة شوية او اسرة كبيرة، فبيرغبوا العربية طبعا عشان وسعها وعشان الحجم الشنطة بتاعتها وعشان علو الارض. اتفضل. طبعا فيها مساحة تخزين كبيرة، وعندي الكراسي دي طبعا بتطبق لو حبيت اوسع مساحة التخزين شوية،
دي تيجو 2010، عربية سليمة دواخل كلها، وسعرها 135، وفي تفاوض بسيط برضو ان شاء الله. في ناس برضو بتسأل عن الـ 25000 جنيه، فممكن بس تقول لهم تاني. 25 دي بولونيز موديل تسعينات، اول واحدة البيضاء، والعربية ديت 25 وهيبقى فيها تفاوض ان شاء الله برضو. لان في ناس كتير بتستخدمها كمشروع، زي عشان الشنطه اتش باك، زي كافيه في الشارع او اي حاجه، او بيعملوها مشاريع كتير يعني، لان مساحه الشنطه بتاعتهم بتسمح لهم بكده. تمام. عندي حاجه زي السوفت ديت موديل 94، فابريكا بره وجوه كلها، عداد قليل، عربه مش محتاجه اي مصروف، وديت سعرها لحد 75000. دي سوزوكي سويفت موديل 94، فابريكا بره وجوه، من الداخل ومن الخارج. لو حضرتك عايزه تبص عليها من الداخل برضو، طبعا صالونها كويس محترم، والعربيه كلها فابريكا بره وجوه، بويت بلادها، مش محتاجه اي مصروف. قال لها ياخدها ان شاء الله، مش هيصرف عليها حاجه تاني، لان هي مش محتاجه اي مصروف، كعفشه، ككاوتش، كطقم شنط، كاساسيات وخوارج ودواخل جديده كلها. عند حضرتك حاجه زي اللانسر دي موديل 2011، العربيه فابريكا دواخل، رشه خوارج ما عدا السقف، وديت سعرها لحد 220000، موديل 2011. كل حاجة على وضعها فيها، صالون الفابريكا، الرش طبعا خارجي، ده كان نتيجة تكليح ونتيجة خرابيش من الخارج فقط ما عدا السقف. دي سعرها 220000، موديل 2011. وعندي حاجة زي اللانسر القرش دي 2008، كاملة مفتاح، العربية دي فيها بعد أجزاء بره رشح من الخارج فقط، جوه فابريكا بالجرام، مفيش بويا طبعا، كاملة فاتحة وي بي اس وجميع الكماليات ما عدا البصمة فقط، ودي سعرها 250000. طبعا ده من الداخل. دي اعلى فئه ما عدا البصمه، موديل 2008، وسعرها لحد 250000، فابريكا دواخل، فيها بعض اماكن في الجناب بس في الخارج. عندي حضرتك جراند سراتو 2019، العربية دي عداد 35، الفئة الرابعة، أعلى فئة ما عدا البصمة، للأسف المفتاح جوه بس، والعربية دي سعرها لحد 570، جراند سراتو 2019، أعلى فئة ما عدا البصمة، عداد 35000، سعرها 570000. الاسعار حضرتك عندي بس في ناس بتشكك في الاسعار، يعني حقهم ان هم يشككوا. هي لو حد مستغلي الاسعار هيبص في السوق، تمام، هيعرف ان الاسعار عندي يعني هنقول معقوله عن بره السوق بكتير، لان طبعا الزياده ديت بتبقى على الكل، مش عندي لوحدي والله. وطبعا كل عربيه بتبقى على حسب حجمها وحسب امكانياتها وحسب طوبها وحسب جوها في السوق، يعني في السليم بسعر، واللي فيه اي ملاحيظ او اي حاجه طبعا بسعر تاني. طيب قول لنا بقى كده مبدئيا، مبدئيا حضرتك عندي العربيه البولونيز دي قلنا بنحكي في 25 وهيبقى فيها تفاوض ان شاء الله. وعندي حاجة زي اللي جنبها الفورد سكورت عاملة 40000، وبرضه ممكن يبقى فيه تفاوض خفيف.
واللادا اللي جنبها 2012 سعرها 40,000 وفيها تفاوض، والبروتون اللي جنبها 99 عاملة 55,000 وفي تفاوض بسيط، البيجو عاملة 40,000 وموديل 78. دي الأسعار اللي هي بالنسبة المبدئية اللي هي الأسعار الصغيرة عندي في العجل الصغير. وعندي عربية ام دي بس هي حاليا بره دلوقتي، موديل 2017، اول فيها خليجي بره وجوه، عداد 85,000، ودي سعرها 420,000. ايه دي الاسعار حضرتك؟ بداية من عند البروتون كده 2004 عاملة 65,000. وعندي حاجة زي الشوفرليه الضايو دي 2010 بتتكلم في 90,000 وفيها تفاوض. وعندي حاجة زي الفيفا دي 2008 عاملة 85,000. وعندي الفيرنا دي 2012 فابريكا دواخل رش خارجي ما عدا السقف، عاملة 125 وفيها تفاوض بسيط. وعندي التيجو دي 2010 كاملة فاتحة واوتوماتيك، عاملة 135,000. وعندي السويفت دي 94 فابريكا بره وجوه، عاملة 75,000. وعندي اللانسر 2011 عاملة 220,000. وعندي الشارك 2008 كاملة مفتاح عاملة 250,000. وعندي الجراند السيراتو دي 19 عداد 35 أعلى فهم هذا البصمة، عاملة 570,000. نصايح طبعا العميل لما بيجي بشرح له اي حاجة في العربية عندي على اساس السمعة والمصداقية، وبعد ما بشرح له قبل ما بيدفع جنيه عندي بيشوف المركز المناسب ليه يفحص فيه، او بيجيب فني بيثق فيه يفحص له السيارة بتاعته، وبعد كده بنكمل اجراءاتنا. يعني بعد فرجته واطمئنانه وكافة الصلاحيات بالنسبة للفرجة، بعد كده حضرتك هو بيكمل ايه اجراءاته. العفو يا فندم، شرفتينا. زي ما حضراتكم شفتوا معانا كده، عرفنا مع بعض اسعار سيارات مستعمله بتبدا من 25,000 فيما فوق. طبعا في اسعار متفاوته، في اسعار بتبقى عاليه على حسب امكانيات العربيه وحاله العربيه. شكرا جدا لحضراتكم، وانتظرونا في لايف جديد.